مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اونلاين. انا حسام حداد بكون معاكم كل يوم حد وكل يوم اربع من الساعه 4 للساعه 5 بنناقش مع حضراتكم المواضيع اللي انتم بتتكلموا عنها على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي حلقتنا النهارده بسرعه. امبارح كانت الذكرى 67 لثوره 23 يوليو المجيده، واللي قدرت خلالها مجموعه من الضباط الاحرار من الجيش المصري انها تقف في وش القصر الملكي والملك فاروق وتجبروا على التنحي عن الكرسي والتنازل عن الحكم والرحيل عن مصر عشان ترجع لنا مصر مرة تانية وترجع لأهلها اللي ما كانوش شايفين خير من الخير اللي موجود كتير في كل حتة في مصر، أو كان متركز على منطقة وعدد معين من مصر، وكانت من أهداف الثورة القضاء على السيطرة رأس المال والاحتكار، وأن مصر ثرواتها تتوزع على كل ولادها. رجعت مصر لأهلها ورجعت مصر من الاستعمار الإنجليزي وحصلت الإصلاحات الواسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة للشعب المصري على الأكاونت بتاعه على تويتر، قال فيها: نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم وعلى رغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل وعلى الكرامة. كمان نشرت السيدة الأولى انتصار السيسي بوست على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، قالت فيه: أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدا على إرادة هذا الشعب. كمان قام عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والفنية العربية والمصرية بكل تأكيد بتقديم التهنئة للمصريين بمناسبة العيد القومي، عيد ثورة 23 يوليو. مثلا نشر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقال: أهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم مزيدا من الرفعة والازدهار. كمان هنأت وزارة الخارجية البحرينية قدمت التهنئة لمصر والمصريين بذكرى ثورة يوليو المجيدة، وقالت: خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة لجمهورية مصر العربية الشقيقة. دي كانت وزارة الخارجية البحرينية. من التهنئات الرسمية إلى التهنئات الخاصة والمباركات من المواطنين العرب والفنانين العرب، وغردت النجمة التونسية لطيفة على الأكاونت الرسمي بتاعها على تويتر وقالت: كل عام والشعب المصري بخير وسلام، وهاشتاج لطيفة، هاشتاج مصر، هاشتاج احتفالية ثورة يوليو، هاشتاج ثورة 23 يوليو. كان في اتاتشمنت مع التويت اللي حطتها لطيفة التونسية لهذا الفيديو. سيبكم مع الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. دي غير التاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعد عشان نعيش تموت، فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر، يستاهلوا ننحن لهم اثبتوا انهم اسود. الناس دي غير التاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعد عشان نعيش تموت، ويحيى شعب مصر، يستاهلوا نرحل لهم اثبتوا انهم اسود. اهلا بيكم مره تانية. لسه مكمل معاكم الموضوع الاول اللي حضراتكم اتكلمتوا عنه على السوشيال ميديا امبارح. كنا بنتكلم قبل ما نطلع فاصل على ثوره 23 يوليو وازاي عدد كبير جدا من المصريين والعرب احتفى بثوره 23 يوليو على السوشيال ميديا. الاكونت الرسمي لقناه اكسترا نيوز نشر على تويتر تغريده بفيديو مهم بيتكلم عن ثوره يوليو. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم مره تانية. موجهة على لسان الشعب أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم. بني وطني، فازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا
وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والتحريض. كمان نشرت صفحة راديو مصر نيوز الصفحة الرسمية على الفيسبوك مقطع فيديو لخطاب الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر بيتكلم فيه عن تفاصيل ليلة الثورة. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بقول ان احنا يمكن قبل ما نطلع الثورة يوم 23 يوليو او يوم 22 يوليو ليلة 23 يوليو، لو كنا نقعد نحسب العملية بورقة وقلم فكنا نجد ان النجاح يمكن احتماله ضعيف، ولكن كان كل واحد من الضباط الأحرار، كل واحد من الناس اللي اشتركوا في الثورة في هذه الأيام كان بيقول إذا ما استطعناش إن احنا ننجح في القضاء على هذا الظلم وعلى هذا الاستعباد فليس أقل من أن نضحي ونثبت للأجيال القادمة إن الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم ولكنه قام وقاتل حتى استشهد. الضباط اللي كانوا موجودين سنة 52 يوم 22 يوليو زي النهاردة من أجل القيام بالثورة كانوا حوالي 90 ضابط في هذه المنطقة. القوات اللي كانت معانا كانت قوات قليلة. الخطة اللي كانت موضوعة يمكن لم تكن قد بلغت لكل الناس. اللي أنا بذكره يمكن زي دلوقتي يوم 22 يوليو سنة 52 كنت بمر على الضباط من الصبح اللي هيشتركوا في الثورة، وكان كل ثقة وإيمان في الله وفي هذا الشعب. الظهر اجتمعنا أو بعد الظهر اجتمعت القيادة و تقرر في هذا اليوم أن تنفذ الثورة. كان مفروض أن الثورة تنفذ في الليلة اللي فاتت ولكن أجلت الثورة لأن الخطة لم تكن كاملة. وسهر عبد الحكيم عامر وكمال حسين في البيت لغاية الصبح وما كناش كملنا الخطة، وعلى هذا قررنا أن نؤجل الثورة 24 ساعة. كمان تفاعل عدد كبير من المصريين والعرب مع ذكرى الخالدة للثورة المجيدة ما بين مهنئين وفخورين بالإنجازات والمكاسب اللي حققتها ثورة يوليو وأثرت إزاي على تاريخ تطور مصر لحد دلوقتي وعلى المنطقة ككل، منطقة الشرق الأوسط، لأن كان في حركة تحرر في كل البلدان اللي موجودة حوالينا سواء كانوا عرب أو في الشرق الأوسط، وكانت مصر من الدول الرائدة في حركة التحرر دي. أكاونت باسم سينا كتب وقال ثورة 23 يوليو يا جمال يا حبيب الملايين مكانك في القلوب يا جمال تحيا مصر. كمان اكاونت تاني باسم هاني ذكي قال الزعيم جمال عبد الناصر زعيم اسطوري على مر العصور الغائب الحاضر ثورة 23 يوليو. كتب كمان اكاونت على تويتر باسم السيسي زعيم وقائد مصر قال ثورة 23 يوليو الثورة التي خلصت المصريين من ذل واستعباد الاقطاعيين، ويجي لك واحد يقول لك الثورة ضيعتهم. طب يا ابن الباشا اوعى تكون فاكر جدك كان بيمر على ارضه بالحصان وبيلبس سموكن في السهرة، هكذا كان حال الغالبية ايام فساد الملكية. ونشر المهندس محمد حسن بكير على كمان الاكاونت بتاعه على تويتر قال عالدوار عالدوار راديو بلدنا
بيذيع اخبار، ارفع راسك اوعى تطاطي ولا تتذلل غير العاطي، واقلب ارضك عالي في واطي، خلي البور في بلدنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين، لاجل نعيش دايما احرار عالدوار عالدوار. ثوره يوليو 52 رحم الله الشهيد البطل جمال عبد الناصر. كمان اكاونت باسم وسام النمر نشر على تويتر وقال: كان وما زال وسيظل يملك عرش قلوب جيلنا وجيل ابائنا وجيل اجدادنا. لقد نشات في بيت اب ناصري صميم مهندس بالقوات المسلحه وام مديره مدرسه تعشق السادات وتبكي لفراقه. علموني ان الاثنين رموز للعزه والكرامه، سلاما على ارواح افنت عمرها للوطن في ثوره 23 يوليو. كمان كتب اكاونت باسم منير وصفي على تويتر قال: ذكرى ثورة 23 يوليو ان الجماهير هي القوة الحقيقية والسلطة بغير الجماهير هي مجرد تسلط معاد لجوهر الحقيقة. جمال عبد الناصر. كمان نشر اكاونت باسم سو إلمري تغريدة بيقول فيها: ثورة 23 يوليو ثورة، شكرا عبد الناصر على كل لحظة ألقيت فيها خطاب عاد لنا الأمل، شكرا للشعب المصري الذي ساندك، شكرا لكل شهيد مصري مات من أجل النصر، شكرا لكل أم مصرية ولدت جندي شجاع، تحية للشجاع جمال عبد الناصر، شكرا على نصر 56، الله يرحم جمال عبد الناصر يا رب وجميع موتى المسلمين. والصورة فيها العلم الكويتي، فواضح أن المغرد من أهل الكويت الشقيقة. كمان كتبت صفاء كساب على تويتر وقالت: ذكرى اتحفرت في العقول والقلوب، ثورة 23 يوليو يوم الجيش المصري ما رجع البلد المنهوبة من الإنجليز للمصريين في ملحمة بدأها الجيش المصري وباركها الشعب، ومن وقتها رفعنا شعار الجيش والشعب بإيد واحدة. وفي التغريدة كمان أغنية جميلة لثورة يوليو، تعالوا نسمعها مع بعض. احنا الضباط الأحرار للجيش المصري الجبار، هنسطر مجدك يا بلدنا ونحول لاليك النهار. للجيش المصري الجبار هنسطر مجدك يا بلدنا ونحول لاليك النهار. وحلفنا وأخلصنا النية لنرجع شمس الحرية وتكون الثورة المصرية بإيدين أولادها الثوار. نتحرر من أي فساد ونودع عصر استبداد، نتقابل والراس مرفوعة ونعيش في بلدنا استعباد. نتحرر من أي فساد استعباد، وحلفنا وأخلصنا النية لنرجع شمس الحرية وتكون الثورة المصرية بإيدين أولادها الثوار. الناس في حقوقهم سواسية تجمعنا الراية المصرية.
ومن السعودية كمان نشر عبد الكريم عبد العال على تويتر قال ثورة 23 يوليو كل عام ومصر بخير ورحم الله الرجال. كمان الأكاونت رسمي لجريدة اليوم السابع نشر على تويتر مجموعة صور لمواطنين بيحيوا ذكرى ثورة 23 من يوليو بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كمان نشرت أكاونتات بوابة أخبار اليوم على تويتر وراديو مصر والأهرام على فيسبوك مجموعة صور من الثورة. تعالوا نتابع الصور دي. في نهاية فقرة 23 يوليو خلينا نسمع مع بعض واحدة من أشهر أغاني ثورة يوليو للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ابن ثورة 52 وهي أغنية ثورتنا المصرية اللي كانت منتشرة على كتير من الأكاونتس امبارح على السوشيال ميديا. كل سنة وإحنا طيبين. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا 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 المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا